متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم، نحييكم من مهرجان ولي عهد دبي في انطلاقة سن الإمتاع، في انطلاقة سن الإذاع، في هذا المساء الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ. مباشرة نسير إلى ثاني أشواط هذا المساء والشوط الثاني الخاص أيضا بانطلاقات الجعدان، مباشرة إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة الأولى، إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، مع شاهين اللي خذ المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم. إلهي بك، ما شاهدنا الشوط الأول الرئيسي الذي ذهب مع جيال لهجن الشحانية بقيادة أيضا سالم بفاران المري، وكانت في المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وثالثا الوثبة لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد. إلهي بتهانينا أيضا والناموس لجميع المؤسسات والإخوة المضمرين. المركز الثاني، ندخل إلى أجواء هذا الشوط. المركز الثاني، الوصول من الشاهينية أو شاهين لهجن العاصفة. ايضا المركز الثالث، ياتي شاهين من هجن العاصفة، غياث الهلالي يتقدم هناك، بينما المركز الرابع وصل الذيب لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفاران المري، يتقدم ايضا الذهبي ليقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة. مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، بينما الوصول هنا مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، من ايضا شاهين ليتقدم مشاهدين الاعزاء شعار هجن العاصفة غياث الهلالي. هنا مشاهدين الاعزاء ياتي في المركز الخامس، بينما المركز السادس هذا هملول هجن الرياسة الظافر علي بن يميل. الوهيبي يتقدم مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، على المركز السادس. المركز السابع شاهين لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثامن، هناك شاهين ايضا يتقدم في ثامن من المراكز لياتي بشعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي. المركز التاسع، وصل شاهين لهجن الرياسة او غير هذا شاهين القادم لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري. الوصول الاخر والدخول المميز هناك من خلال هملول لهجن الرياسة، يتقدم ايضا علي بن يمي اللهيبي. هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، هذه العشر المراكز الاولى المتقدمة، اول اشواط الجعدان، اول تحديات الجعدان. عودة الى شاهين، شاهين على المركز الاول، على الصدارة الاولى لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم. اللهيبي يتقدم بالشعار الحمر. المركز الثاني، الوصول من شاهين على ثاني المراكز لهجن العاصفة، ايضا يقدم شاهين على المركز الثاني المضمر غياث الهلالي. وصل الذيب، وصل الذيب ليتقدم في المركز الثالث لهجن الشحانية سالم بفاران المري. الذهبي يقدم انطلاقاته. المركز الرابع، ايضا التقدم من شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي. المركز الخامس، وصل شاهين ايضا لهجن العاصفة غياث الهلالي. الخمسة المراكز الاولى، المركز السادس القادم هملول لهجن الرياسة المضمر علي بن يميل. الوهيبي، والمركز ايضا السابع، القدوم مشاهدين الاعزاء من خلال تواجد ايضا شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل شاهين، خذ المركز الثامن لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري، بينما المركز التاسع هناك شاهين لهجن الرياسة
وبتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الوصول الدخول هناك من شاهين لياتي ايضا شعار هجن العاصفة وغيات الهلالي. هذه نتيجتنا وندانا الثاني، نتحول الى الصدارة، الى الكادر الاول، الى المقدمة الاولى، الى الذيب. الذيب الذيب في المركز الاول، الذيب في الصدارة الاولى لهجن الشحانية الذهبي. سالم بن فاران المري يتقدم ابو جابر ليقدم لنا هذه الانطلاقة، ليقدم لنا هذه الاندفاع. من قدم لنا اجيال يقدم الذيب. بدانا بالانطلاق 1200 1200، ولكن الوصول من شعار هجن العاصفة القادم على المركز الثاني، القادم على المركز الثالث مع شاهين وشاهين. غياث الهلالي يتقدم، وصل شاهين لهجن الرياسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا هذه الانطلاقة، ليقدم لنا هذه التحديات مع الشعار الحمر. وصل شاهين لهجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري، ولكن 800 متر الأخيرة الذيب على الصدارة، الذيب على المركز الأول. هجن الشحانية، هجن الشحانية تتقدم في المركز الأول في الصدارة الأولى، في المقدمة الأولى يتقدم سالم بن فاران المري. الشعار أيضا الأدعم يأتي على الصدارة على المركز الأول. وصل شاهين من هجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، رابعا شاهين من هجن العاصفة. غيات الهلالي يتقدم، ولكن الذيب، الذيب للمرة الثانية على التوالي. هجن الشحانية تقدم هذه السيمفونية على المركز الأول على الصدارة الأولى. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لأيضا سالم بن فاران المري الذهبي. الذهبي يتقدم ويقدم الذيب. لحظات الوصول مع خط النهاية، تهانينا. والناموس المركز الثاني، وصل فيه شاهين لهجن العاصفة، ثالثا شاهين لهجن الرياسة، رابعا شاهين من هجن العاصفة، خامسا هملول لهجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، كانت الانطلاقة وكان التحدي جميلا للغاية. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات فوز الذيب، حيث قطع مسافة السباق في 8 دقائق 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بن يابر بن فاران المري. بينما المركز الثاني 8 دقائق 57 ثانية، جزءا واحدا من الثانية شاهين. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغيات الهلالي. بينما المركز الثالث 8 دقائق 57 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، كان شاهين من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.